على مستوى قلت الزمور. هذا المشروع اللي كيجي في اطار نموذج تنموي جديد، وكذلك في اطار فلاحه تضامنيه ديال محور فلاحه تضامنيه من الجيل الاخضر، مشروع اللي هو مهم جدا واللي غيمكن التعاونيه الفلاحيه حليب ساقطرة من توفير الكلى. المشروع القيمه الماليه ديال الاجماليه 121 مليون ديال الدرهم، فيه 7 مليون ديال الدرهم كمساهمه من التعاونيه الفلاحيه اللي كتهم اقتناء الماتيريال اغريكول. الباقي ديال المشروع فيه 114 مليون ديال الدرهم مساهمه وزاره الفلاحه في اطار الجيل الاخضر فلاحه تضامنيه. وهذا المشروع لا سوبرفيسي جلوبال ديالو، يعني المساحه الاجماليه 470 هكتار، 250 هكتار هي اللي كتستغل لانتاج الكلى، و لي زالون تور واحد الكابه باش نبروتيجيو من الريح والرمله. وغادي تشجر هذيك البلاصه؟ درنا فيها المكونات، غادي نشوفوهم تو سويت. المكونات ديال المشروع فيه حفر وتجهيز 6 ابار اعتقاد مائيه على 320 متر، واحد الدي بي ديال 20 متر سوبون ديال الماء. طبيعي. عندنا انشاء 3 سهاريج ديال التخزين ديال المياه الساقي، لكل سهاريج فيه 90000 متر مكعب. السعه الاجماليه هي 270000 متر مكعب. هذه درت الدراسه زيد رئيس التعاونيه. كيف رايك؟ بسم الله كامل. اليوم كان عندنا زياره ديال واحد الحوض فلاحي، يعني اللي تخلق في منطقه صحراويه مهمه، وكان يعني جاء في اطار ديال استراتيجيه الجيل الاخضر في الفلاحه التضامنيه، واللي كتحملوا واحد التعاونيه حليب الساقيه الحمراء. وهذا الحوض اللي تقريبا المساحه ديالو 1000 هكتار، تقام به الشطر الاول 250 هكتار، واللي تخصص للاعلاف، لانتاج ديال الاعلاف نتاع الماشيه، باش يكون واحد استقلاليه ديال الانتاج ديال الحليب ديال التعاونيه في هذه المنطقه. فمشروع ناجح بكل المقاييس، واللي كيثمن المياه ديال المنطقه، واللي كذلك كيخدم واحد ديال العامله، وعنده واحد التاثير على التنميه المحليه. وهذا نموذج من النماذج اللي ان شاء الله دعا لها جلاله الملك حفظه الله باش تنمى هذه المناطق الصحراويه ديال بلادنا، واللي كانت جات في اطار ديال النموذج التنموي للمناطق الجنوبيه. واليوم كنشوفوا النتائج اللي هي عندها واحد التاثير حتى على السياده الغذائيه ديال بلادنا. سباعي دحان، رئيس تعاونيه حليب الساقيه الحمراء. احنا اليوم هون كنتواجدوا في وديه تيوس، هذا البريمتر اللي هو مساحته ديال 470 هكتار، اللي هي ايريغي منها واحد 250 هكتار، وفواحد ليكستونسيون ديال 1300 هكتار ان شاء الله. الزراعه هي زراعه الذره كما كتشوفوا. التعاونيه محتاجه اليوم لهذا الزراعه، لهذا المنتوج هذا، لانه تقريبا كيشكل واحد 70% من الكلاء اليومي للابقار ديالها. 250 هكتار كافيتنا اليوم باش يمكن نجيروا هذا القطيع اللي عندنا اليوم، ولكن بالنسبه للاكستونسيون اللي مطلوبه منا ومطلوبه ان شاء الله ربنا عند المستهلك، الا وخاصنا نتخطاو عن قريب ان شاء الله في المرحله الثانيه اللي هي 250 هكتار ثانيه اريغي. بالنسبه للياغور، كان التدشين ديال الوحده ديال الياغور اليوم اللي هو كان يشرف عليها مخطط المايب الاخضر، بتمويل كامل مخطط المايب الاخضر بحوالي تقريبا واحد 46 مليون ديال الدرهم، واللي اليوم حضرتوا التدشين ديالها من السيد وزير الفلاحه، واللي كانوا معنا السيد العام الاقليم بوجدور والسيد الوالي ديال جهه العيون. حنا
جد فرحين كتعاونية حليب ساقية الحمراء بهذا المشروع الجديد واللي هو غادي يزيد يعزز المنتوج ديالنا والطلب اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله عبارة عند المستهلكين يمكن نعطوهم منتوجات جديدة ان شاء الله اللي غادي يفرحوا بها. اسم سيد احمد البويهي رئيس جامعة كل الزمور. هذه الزيارة تدخل في اطار تدشينات اللي مبرمجة في عيد المسيرة الحضرة المظفرة بحيث حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والسيد والي ولاية جهة العيون الساقية الحمراء وعامل القدم بوجدور ورئيس الجهة وبعض الشخصيات المنتخبين والبرلمانيين وكان متمحور حول التدشين اعطى الانطلاقه ديال هذا المشروع ديال انتاج الكلى اللي قائمه به المشرف عليه ومولات المشروع هي تعاونية الساقية الحمراء وهذا المشروع اللي غادي يعطي واحد القيمه اضافيه لاقليم بوجدور وللجهه المجمل والاساس ديالها هو انها غتعطينا واحد المنتوج اللي غادي نوفروا به الكلاء وغادي يتم الطحن ديالو غادي يولي واحد يعني نقولوا احنا واحد النوعيه في الكميه والنوعيه غيكون واحد التطور في النوعيه والكميه ديال المنتوج اللي غتاثر على انتاج الحليب على المستوى الجهه كامله وعلى المستوى الوطني وهذا كيف شافوا الاخوان وشافوا شفتوا كصحافه يعني واحد التحدي واحد النوع من التحدي باش تجيب واحد المشروع اللي هو واحد المشروع اخضر مشروع زراعي كبير كتجي في وسط الصحراء في واحد المنطقه جافه وتنتج هذا النوع من المنتوج يعني هذا فيه واحد النوع من التحدي وخاصنا نشجعوا هذا الشباب اللي عنده هذه الاراده واللي عنده خبره وبغى يبغى يدير هذا النوع من المشاريع اللي خاص الدوله تشجعها وهذا والسلام. محمد مداد نائب مدير التعاونيه الفلاحيه حليب الساقية الحمراء. اليوم كانت واجده في المحيط الصخوي ديال التيوس اللي تقريبا كيشهد واحد القفزه نوعيه في اطار الجيل الاخضر اللي قامت به التعاونيه الفلاحيه مع الشركاء ديالها وزاره الفلاحه. اليوم تقريبا كان التدشين الرسمي من طرف السيد الوزير والوفد المرافق له والسيد الوالي والسيد رئيس الجماعه والسيد رئيس الجهه. اليوم صراحه كانت صوره حقيقيه لهذا المشروع التنموي الجديد في اطار التنميه الفلاحيه اللي عندها علاقه بتنميه الاقاليم الجنوبيه. اليوم في ذكرى 48 المسيرة الخضراء المظفرة، اليوم التعاونية كتحتفل بافتتاح المشروع المحيط الصخوي ديات تيوس بصفة رسمية اللي غادي تكون واحد القيمة إضافية للفلاحة ولا المنطقة ولا الساكنة بصفة عامة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.